هي دي بقى الحكايه كده يا استاذ، باختصار من اولها لاخرها. راي حضرتك ايه؟ والله كل اللي حضرتك حكيتيه ده يعتبر كلام نظري، يعني مش هيفيدكم باي حاجه لو حبيتوا ترفعوا قضيه. كلام نظري ازاي بس يا استاذ؟ بقول لحضرتك كان بيتكلم راجل على الشات ولبستها لواحده صاحبتها. كلام نظري لان مفيش اثبات مع حضرتك، لازم يكون في سند قوي اقدر اقدمه للقاضي علشان يثبت ان المدام طليقتك على علاقه بشخص تاني، يعني رسائل صور، يا سلام بقى لو فيديوهات. طب خلاص محلوله، يبقى تروح لمجدي صاحبك تجيب منه صور الشات اللي كانت على موبايل طليقته. ما ينفعش ما ينفعش يا سناء. اولا انا علاقتي بمجدي مش زي الاول، ثانيا الحاجات اللي كانت موجوده على الموبايل ما تكفيش ان احنا نوديها للمحكمه. ولما هي ما تكفيش، امال حضرتك بتتهمها بالخيانه على اساس ايه؟ عشان هي طبعا خدت بالها وحرصت. طيب مفيش طريقه تانية اقدر اخد بيها البنات؟ للاسف مش هتقدر تاخد البنات غير بالطريقه دي يا استاذ عماد. علشان ترفع قضيه زنا لازم يكون في سند قوي وواضح المحكمه تقدر تاخد بيه، غير كده لا هتقدر تاخد البنات ولا الشقه كمان. ايه كده بس يا استاذ؟ ده انا كنت بقول على حضرتك حلال العقد. يا مدام سناء انا محامي مش ساحر، وبعدين المدام طريقه الاستاذ حضنه، وحضراتكم مفيش معاكم اي دليل يثبت كلامكم. طب والعمل؟ هاتولي دليل قوي ومن بكره الصبح القضيه تترفع، وبكده يبقى من حقك تاخد البنات وبالقانون. هو ده بقى المحامي العقر حلال العقد اللي كنت بتزن على دماغي عشان اجيله؟ هقعدها في وشك اكتر ما هي متعقدك. ما الراجل عنده حق وكلامه موزون، بيقول لك لازم دليل نقدمه للمحكمه. والدليل ده انا اجيبه منين بقى ان شاء الله؟ من كارفور؟ ما انا كان عندي امل مراقبتك ليها توصلنا لحاجه، لكن البعيده طلعت بتخرج عشان تشتغل. طلعت ما بتخرجش غير عشان تروح المدرسه، توصل العيال او تجيبهم. غير كده ما بتروحش غير للوليه اللي لسه متعرف عليها بتاعت الاتيليه دي. لا بتخرج ولا بتعمل حاجه، هتجنني. حويطه حويطه ومش سهله، ولا تلاقيها خدت بالها ان انت بتراقبها فبقت تاخد احتياطاتها ومدورها في المستخبي. وفي المستخبي ده بقى نكشفه ازاي بقى ان شاء الله؟ اعمل ايه يعني؟ بالمستخبي برضه انا عندي فكره، لو نفذتها الدليل هيكون عندك وتوصل اللي انت عايزه. اشجيني اشجيني يا ام افكار شبهك. فكره ايه؟ انت تزق عليها واحد كده من بعيد لبعيد، يجرجرها يعني في الكلام كده على الشات ويوقعها في غرامه، وهيك منها شمال بطبعها تستجيب طبعا، وساعتها توصل الدليل اللي هو. انت اتجننتي يا سناء؟ مش بقول لك انت بتعصبيني، هتخليني احدفك بحاجه فوق دماغك؟ في ايه يا عماد؟ في ايه بس يا شيخ؟ اذا انا بعت واحد لطليقتي ام بناتي يوقعها في غرامه، ده كلام؟ هو هيبقى بجد؟ ده هيبقى كده وكده؟ والنبي اسكتي اسكتي، هفتح نفوخك بحاجه وربنا. اتفضلي قدامي نروح البيت نشوف اي حاجه تنفعني. خلاص يا اخويا انا غلطانه، خليك انت كده لف حوالين نفسك وهتلاقيها كده كده مقضيها على الشات.